السلام عليكم. يتواجد الفنانة والممثلة القديرة صالح أوغروتا حاليا في مستشفى الأمن الوطني لجليسينا في الأبيار بالجزائر العاصمة لتلقي العلاج بعد تدهور صحتها. وقام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الثلاثاء بزيارة الممثلة القديرة صالح أوغروتا. وأوضح بيان وزارة الصحة أن الزيارة جاءت بعد تكليف من رئيس الجمهورية للإطمئنان على صحة الممثل صالح أوغروتا والمعروف بسويلح. ووفق مصادر مطلعة فإن الفنان يعاني من مرض عضال وهو يتواجد في وضعية حرجة. كما كشفت ذات المصادر أن الفنان سويلح الذي طالما أدخل البسمة والبهجة للعائلات الجزائرية يعاني في صمت من ورم في الرئة.